اول شيء نبدا هنا عندنا بالبوستيرا ابدومينال وول. بوستيرا ابدومينال وول عندنا هنا اذا انفيرا فيني كيفا هو ابدومينال ايورتا هنا بالليفل تقريبا مال ال4 يتقسم لنا الكومن ايلياك ارتري او فين ويعطينا اكسترنال ايلياك وانترنال ايلياك يدخل اللي جوا. هذا الدايفرام منه راح نشوف الكراس مالته بي رايت وليفت اللي مبين منه هو الرايت اكثر شيء هذا الابيض هذا الرايت كروس اوف ذا دايفرام الليفت مو كلش مبين. اما عندنا المفروض هسه يمه المفروض الميديا الاركويت ليجمنت بس مو كلش حنشوفه حنشوف اللاترال اركويت ليجمنت بعدين. لحظه دقيقه هذه الاريا مال ليفت مال كروس اوف ذا دايفرام رايت كروس اوف ذا دايفرام هي تعطينا ال L3 الليفل مال L3 فلما نشوف يمه فيزل دقيقة بس لحظة لما نشوف يما فيزل طالع من الايورتا فيزل فيزلات شلون هالفيزلات فيزل طالع من الايورتا نقول هذا اللي هو لحظة بس دقيقة اي نقول هذا واحد من اللمبر ارتريز اللمبر ارتريز هي ارتريز تطلع من الايورتا تجينا هيك لاترالي فلما نشوف يعني يم ال الرايت كروس اوف ذا دايفرام اللي ليفلها L3 ذن هذا هو ال L3 artery الثيرد artery اوفو هذا بعد ايش عندنا المصلات هنا اللي كلش مبينه وحده بالطول سوا سميجر هاي كلها بالطول منها ومنها هذه التكمله مالتها تبدينا من تي 12 وتروح لنا اللي جوا على اليسر تروكانتر هذه كلها السواس ميجر بعد ايش عندنا مسلات الترانسفيرسس ابدومينس لي جوه هذه المفروض هي الترانسفيرسس ابدومينس وبعد من هنا بينه هذه المسل هذا المسل هنا او هنا هذه المسل هنا او هنا كلها يسموه كوادريتاس لامبورم هذه الكوادريتاس لامبورم المسل بالجانب هاي كلها هي الالياكاس صار عندنا ترانسفيرسس ابدومينس والالياكاس الالياكاس وكوادريتاس لامبورم وسواس ميجر تكمل لنا اللي جوا بين الكوادريتاس لامبورم والإلياكاس عندنا هذا الليجمنت هو الإيليو لامبر ليجمنت إيليو لامبر ليجمنت هسه نجي على النيرفات النيرفات هنا من اللامبر بلكسس اللامبر بلكسس تعطينا أكثر من نيرف أول نيرف هنا تعطينا أكثر من نيرف أربعة لاترال للسواس ميجر واحد بينتريتد دتس لسواس ميجر اي اللامبر بلكسس تعطينا اربع نيرفات لاترال للسواس ميجر واحد بينتريتد للسواس ميجر واثنين ميديال الاربعه لاترال شنو هما واحد بعيد كلش طابنا بهذا هذه الاير يسموها لاترال اركويت ليجمنت هذا اللي يسموه سب كوستال نيرف نيرف يمه من هناك من بين السب كوستال نيرف هذا المفروض هو السب كوستال نيرف هذا المفروض سب كوستال نيرف سب كوستال نيرف هذا لاترال اكويت ليجمنت هذا اول نيرف لاترال ثاني نيرف لاترال ما يوصل لنا الانتير سوبيريور الك سباين بعيد عنه هذا هو ال1 نيرف ثالث نيرف يمشي لنا جوا على الالياكس دقيقه هذا النيرف اللي يمشي لنا جوا على الالياكس ويروح لنا هيك يم الانتير سوبيريور الك سباين هذا النيرف هو لاترال كوتينس نيرف اوف ذا ثاي هذا النيرف اللي جوا لاترال كوتينس نيرف اوف ذا ثاي يمشينا على الالياكس جوا يوصل لنا الانتير سوبيريور الك سباين رابع نيرف اللي هو لاترال هذا الكبير اللي هو الفيمورال نيرف الابيض هذا الفيمورال الكبير اللي الفيمورال نيرف الفيمورال نيرف يعطينا برانش راح لنا على هنا يعني مبين على الالياكس اذا هذا نيرف تو الالياكس هاي اربع لاترال الواحد البينيتريتد سواس ميجر اللي هو هذا الجينيتال جينيتو فيمورال نيرف بينيتريتد سواس ميجر جينيتو فيمورال نيرف يعطينا برانشين الاول هو واحد هم الفيمورال نيرف اللي هو لاترالي وميديالي الجينيتال نيرف في هذا هو فيمورال نيرف اوف جينيتو فيمورال ليجمنت وجينيتال يعني فيمورال برانش وجينيتال برانش اوف جينيتو فيمورال نيرف جينيتال برانش يظل لنا يم الكريماستر كواي والفيمورال برانش اوف جينيتو فيمورال ينزل لنا اللي جوا كوتينوس هذا البينيتريتد سواس ميجر اثنين ميديال واحد منهم ال كوادريتاس لحظه لا الاوبتريتر نيرف هذا الاوبتريتر نيرف
ولي جوا جيب إلي عندنا هذا اللي هو اللامبو ساكرال لامبو ساكرال ترانك اوبتريتر نيرف ولامبو ساكرال ترانك لي جوا هذا اللي جوا فرام هذه مو رايت كراس اوف ذا دايفرام رايت كراس اوف ذا دايفرام قلنا الموقع مالته هو بالال 3 هذا هو الارتري اللي فوق قال قلنا هو الثيرد لامبر هذا الثيرد لامبر ارتري بالنسبه لهذا اكيد هو الفورث لامبر ارتري اللي صار بالموقع يعني بالال 4 اللي صار بالموقع مال بايفوركيشن مال بايفوركيشن مال ايورتا لما يصير كومن ايليك ارتري اللي يعطينا اكسترنال وانترنال فهذا الثيرد لامبر وهذا الفورث يعني الال 3 مو نيرف الارتري ثيرد لامبر هذا الفورث وهذا يم الرايت كراس اوف دايفرام دايفرام هي الثيرد هذا ميديال اركويت ليجمنت واللي طاب بي السب كوسل هذا كله لاترال اركويت ليجمنت بس ظلمه ليش لاترال اركويت ليجمنت طاب بي السب كوسل هذا الميديال اركويت ليجمنت هو بدايه السوس ميجر يعني هذه بدايه السمباثيك ترانك هذا كله ميديال اركويت ليجمنت